صرح وزير الموارد المائية والري هاني سويلما بأن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة تبلغ 18% حتى الآن، وهي تتجاوز البرنامج الزمني المقرر. جاء ذلك خلال متابعته الموقف التنفيذي للمشروع الذي يهدف إلى تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري في مختلف محافظات الجمهورية، كما يهدف أيضا إلى تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد. هذا بالإضافة إلى توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر في المحافظات 5، بالإضافة لعمل كوبري علوي.